وبجوز كثير من الاخوان هيهم معي هون، ومنهم نواب الان مرشحين بيعرفوا. انا قلت الفساد هو منا احنا الشعب، من اولادنا. انت اللي بتربي ابنك على الفساد، لانه انت لما بتروح توديه بالمدرسه يرشي اصحابه طلاب صفه حتى يصوتوا له، هذا هو الفساد. يشتري لهم عصير ويشتري لهم عشان مجلس النواب تبع المدرسه. فالفساد من عنا، يعني ابنك وهو عمره 6 سنوات بالصف الاول انت بتربيه على الفساد. فالان انت لازم تصحى، ما تكون فاسد لهذه الطريقه، ما تجيب مجلس نواب فاسد. فالفساد من تحت، احنا الشعب لازم نوعى على مستوى مجلس النواب، على مستوى البلديه، على مستوى النادي، على مستوى الجمعيه، على كل شيء. يجب ان يكون في دور، تحط اساسيات للي بدك اياه. احنا ما دمرنا غير النواب المجلس 18 والمجالس السابقه طبعا. انا يعني هذه نبذه قصيره، ان شاء الله انه قضيتنا راح تنحل، راح يكون ان احنا في قضايا الوطن وحديث في مجلس النواب وحديث في النائب الذي نريد والحديث على النواب. بعدين بتامل من المتعثرين كلهم الان يختار النائب اللي بده اياه. الان انت في نائب تحط هذا النائب للدائره الرابعه، الدائره الثالثه، الدائره الاولى، الدائره الخامسه. اجمعوا انتوا الان متعثرين، لازم يكون لكم دور. نجيب والله تعال يا عمي انت نازل، انت كنت بالمجلس. احنا مش ضد اي انسان يترشح، لكن انا بقول المجرب لا يجرب، ولا واحد من المجلس السابق بنفع يكون نائب اننا الشعب. لازم تجيب النائب الصحيح حتى انت بكره لما يطرح تعديل قانون تكون انت عارف شو بده يصير، وانت طالب منه هذا التعديل. برجع الان لدولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء دورك الان في قضايا مهمة، قضايا يجب التركيز على حلها، قضية المتعثرين على رأسها، قضية وزارة الزراعة، قضية العمال، قضايا كثيرة، لكن هذه الثلاث قضايا مشتركة. مشتركة. نعم نعم نبتعد عن المطبلين والمزمرين والمتسلقين والمجهنين على ظهر المتعثرين. اخوان كثير، يعني برجوكم كثار كثار. يعني انا باسف هذيك اليوم الاخت النائبه رولا، كل الاحترام لها وان شاء الله انها تنجح، لكن انه تيجي والله انا فيديو ما بطلعه غير لما اصير نائب، وانا وقضيه المتعثرين انا قاعد بتسلق عليها عشان اوصل نائب. لا يا عمي لا يا عمي، جربناكم، كنتوا نواب سابقين، خلينا احنا ان شاء الله إن دور في هذا الملف. فملف وزارة الزراعة الآن من أهم الملفات تتعلق بقضية المتعثرين. 30 إلى 35 ألف مزارع أردني الآن مطلوبين للتنفيذ القضائي، والله أعلم بجوز العدد زاد في جائحة كورونا هذه وراح يزيد أكثر. حتى نساعد معالي محمد داوودية في نجاح في وزارة زراعته، يجب على دولتك حل قضية المزارعين المتعثرين، قضية العمال حتى ينجح معالي مع القطامين في وزارته، يجب حل قضية العمالة والعمال. كثير من التجار الآن اللي تعثروا كان لديهم عمال، وهذا عمل كلهم روحوا على البيت، أصبح في بطالة. قضية المتعثرين ما حد يستهين فيها. قضية المتعثرين هي أساس كل أغلب قضايا الأردن. حتى أبنائنا في المدارس، حتى القطاع التعليمي، حتى القطاع الصحي، كله يتعلق في قضية المتعثرين. أنا بأسف الآن يعني المتعثرين بنطلع وبنعمل وبنشتغل
وانا بوعدكم كما وعدتكم انه انا لغايه الان بشتغل على هذه القضيه واحنا شغالين عليها، حتى لو ما في اشهار لا على فيسبوك ولا على اي، بس انا حبيت اطلع في هذا البث ابارك لدوله الحكومه الجديده بشر الخصاونه. طبعا اخواني يعني فاتني واعتذر، بنعزي اخونا الاستاذ طارق ابو الراغب على وفاه ابوه رحمه الله، يرحم موتانا في قضيه جائحة كورونا اللي الأعداد اللي قاعدة تتزايد، يعني للأسف اليوم الأعداد 35 وفيات، الأعداد تتزايد كل يوم. الله يسترنا، ويا أخوان ديروا بالكم وحذركم في هذا الموضوع. نعم أخوي مصطفى الزيودي، جلالة الملك ودائرة المخابرات هم صمام الأمان، وإحنا بنناشدهم لحفظ ما تبقى من كرامة المواطن الأردني. كرامة المواطن الأردني في دول الشتات انهارت، ما ظل في كرامة للمواطن الأردني. بتأمل على حكومة دولة بشر الخصاونة تنفيذ توجيهات جلالة الملك بكتابه والتكليف تخفيف على أعباء المواطن الأردني وحفظ كرامته، كلها تتعلق في هذا المحور. أن يكون تركيز على حل قضية المتعثرين، لأن قضية المتعثرين شائكة ومتسعة على جميع المجالات. طبعا أخواني، في إحنا تاجر من تجارنا أبو الرائد في عنده حديث في هذه القضية وطلب إنه يكون معنا على البث، بحاول أعمل اتصال معه، يا ريت نكون حتى نوفي القضية كل جوانبها. فبتمنى على أخونا أبو الرائد، هو معنا على البث الآن، أنا راح أعمل اتصال معك أخوي أبو الرائد، كل الاحترام إليك. إخواني أي واحد عنده فكرة عنده رأي، لأنه ما بدنا نطول على بالبث. طبعا بتمنى على أخواننا كمان يكون بثاتنا يعني مرتبة، يكون في ترتيب بالوقت. الو، مساء الخير اخوي ابو الرائد. مساء الخير، هلا حياك الله. طبعا بناء على رغبتك بالحديث بقضيتنا وقضية المتعثرين، عندك هناك حديث، هيك معنا على البث، تفضل. والله حياك الله يا سيدي. بالنسبة للمتعثرين، احنا يعني اللي بنقوله هسه انه يعني الوضع الحالي صار اجدر بانه ينحل قضية المتعثرين. نعم. ظل جائحة كورونا نعم. وأمنا بها الحكومة الجديدة هذه أنها تحل قضية المتعثرين اللي زي ما تفضلت أنت كانت أمام الحكومات السابقة. نعم. قضية المتعثرين أصبحت بكل بيت، نعم، بكل 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 مصلحة تجارية، بكل قطاع تجاري. نعم. مش يعني برضو كمان عند المواطنين اللي هم اللي يعني خلينا نقول مواطنين عاديين برضو كمان. نعم، لاني انا نواة كل بيت الان لا يخلو من قرض، لا لا يخلو من يخلو من لا نعم. يخلو من المتعثرين. نعم. بس يعني يكون في عندهم قناعة الحكومة الجديدة برئاسة معالي بشر خصامه، يكون عندهم قناعة بس بأنه الحبس والسجن ما بسدين، ولا 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 بكون هو يعني الحل للسداد، لا بل بالعكس بكون هو العائق الأكبر ل خلينا نقول لدفع حقوق الناس ولا 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 سداد الديون. الله ينعم عليك. وكذلك كمان يعني بدك كمان في اللي هي خلينا نقول القانون، قانون التنفيذ لما يسمى قانون التنفيذ. قانون التنفيذ فيه كمان نقاط بتعيق اللي هو خلينا نقول سداد حقوق الناس. نعم. طبعا اولها الحبس، ثانيها الربع القانوني. الربع القانوني عندك بلا مؤاخذة يعني بس تكون انت تاجر عليك 200,000 دينار. نعم. مثلا قضايا بهالمحاكم ربع هن القانوني تقريبا خلينا نقول مش تقريبا 200,000 دينار، ربع القانوني 50,000 دينار. نعم.
طبعا ال50,000 دينار ما هن تجارتك، ال50,000 دينار من نعم انت انكسر، انت انكسرت بمحل تجاري بتديره راس ماله 50,000 دينار، بس انت عليك 200,000 دينار لانه فيه انت اسست التجاره، انشات منشاه، دوكرت محلك، دفعت رواتب، دفعت كذا، دفعت كذا، صار عليك 200,000 دينار. نعم طبعا التعثر اللي صار بالاردن يعني، وخصوصا من ست 7 سنين 8 سنين وجاي، او اكثر تعثر صار خلينا نقول من 2012 ل 2020، يعني كان سببه يعني اول شيء الوضع الاقتصادي. شغله ثانيه كمان البلاد اللي حوالينا اثرت على الاقتصاد، وهذا كمان مش ذنب التجار ولا ذنب المستثمرين. نعم يعني مثلا الاحداث السوريه، الاخوان السوريين اجوا على الاردن هون، فتحوا مصالح، فتحوا مطاعم، فتحوا محل مصانع اسفنج، فتحوا محلات تجارية، فتحوا محلات نوفوتيه، فتحوا محلات أدوات منزلية. هذا أثر على التجار الأردنيين. وبنفس الوقت ما شغلوا العمالة الأردنية ما شغلوها. يعني أي مصلحة تجارية، طبعا مع احترامنا للإخوان السوريين احنا على رأسنا وبيوتنا لهم، لكن حتى كمان مصالحهم اللي اثرت على 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 خلينا نقول المستثمرين الاردنيين او التجار او الطبقه الوسطى الاردنيه، كمان بالاضافه للحكي هذا ما شغلوا كمان ايادي عامله اردنيه. بتفوت على مطعم صاحبه سوري بتلاقي 100% من العمال اللي عنده سوريين. برضو هذا كمان اثر على صغار المتعثرين اللي هم اللي دينهم حق تلفزيون، حق غرفة نوم لبيته، حق يعني العمالة اليومية، أنت بتحكي على العمالة اليومية اللي كان الشغلات يعني ملتزمات البيت زائد كمان مصروفه. نعم تمام. نعم برضو أثر على كمان، هسه راح يأثر على كمان، في عندك جائحة كورونا، في عندنا أبنائنا اللي برا اللي بالخليج وبالكويت وبالسعودية وبأمريكا وهون وهون، هذول راح يرجعوا معاهم رأس مال، شو بدهم يشتغلوا بالله هذول؟ شو بدهم يفتحوا؟ هذا كلامي لمعالي الدكتور معن القطامين. يعني نعم شو بدهم يفتحوا هذول؟ بس يطلعوا انه محلات الحلويات معبي البلد، بس يطلعوا انه المطاعم معبي البلد، بس يطلعوا انه المحلات النوفيتيه معبي البلد، واكثرها مش اردنيه. شو نعم بدهم يفتحوا هذول؟ نعم أنا راحوا يصرفوا حكيت أنا مصرياتهم حكيت ويقعدوا ويندانوا. حكيت أخوي أبو الرائد، ملف المتعثرين شائك، وجميع القطاع الوزارات دكتور تشترك في دكتور هذه القضية. يجب تعديل قانون التنفيذ بحيث نعم أولا إلغاء الربع القانوني. الربع القانوني هو حجر العثرة أمام المدين إنه يسد دينه. نعم هسه راح نقول، راح يقولوا المدينين إنه بكرة الدائن المدين راح يقول والله أنا ما بقدر إلا على 50 دينار مثلا، ولا مثلا دائن مثلا مدين بعشرين ألف أخوي أبو دينار محمد أبو الرائد خليك معي خليني بعد، بس بس خليني 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 أوضح النقطة، خليني أوضح بس في نقطة يعني أثرت أنت الآن وحاب أحكي فيها، بديش أنساها. تفضل تفضل. في إخوان علقت بقول لك إنه طبعا بعرفش هم من الدائنين ولا المرابين، ولا عفوا لكل احترام للجميع، بقول لك طب والله صاحب بنك يعني ما دقيقة بالراد، بقول لك والله هي طيب ما هي من شهر، من بداية جائحة كورونا والآن وهيهم طالقين يا سيدي، الصراح من بداية وما الناس جائحة كورونا، من بداية جائحة كورونا مليح كويس للعالم. احنا بنحكي على الوضع الطبيعي، احنا من اول جائحة كورونا مليح العالم اللي لاقي حق الخبز مش تسد. هاي شغلة. شغلة ثانية، من بداية جائحة كورونا بس طلعوا الناس من السجن، لا قبل شهر صار يعطوا للناس ورق بعدم نعم الملاحقة. أنا هذا الحديث اللي حكيته هي بشهر يعني خمسة. كان المتعثر اللي طلع من السجن برضه يطلع من بيته وتمسكه الشرطة الدورية وتوديه على السجن وخذني وجيتك وهاتك وروح وجاء وتعال وتعال، فلذلك لبدت بالبيوت وبطلت تطلع. في لقبل شهر تعليق في لقبل تعليق في لقبل تعليق بالله دقيقة بدي أقرأ لك إياه يتعلق بهذا الخصوص. واحد من الشباب بيقول لك أنا عملت تسويات مع كذا شخص ولسه ما خلصت، واحد منهم الآن مش موافق مدقق، تمام. وإذا حبس، هذا إذا نقودنا حبسني على الآن ايش؟ بالله إذا حبسني الآن هذا كيف عارف بدي نقودنا، ألتزم مع هذا عارف الباقي؟ نقودنا لايش دكتور؟ هذا عارف نقودنا لايش؟ نعم نقودنا انه الحبس هو المعطل الوحيد للسجن للسداد. كيف؟ هسه انت عندك 5 دائنين، انت عليك 5 دائنين او 6 دائنين،
نعم انت ملتزم مثلا دائنين والله جماعة محترمين رضيوا مثلا منك اشي 100 اشي 150 نعم فتاجر يعني اشي 200 اشي 300 وقبلوا منك هالاقساط وبدأت تقصد باب الله وتشتغل وتسدهم. نعم اجى دائن منهم او دائنين تأنت وقالوا لك بدي المبلغ كامل يا الحبس. سد مسكت الفرق. طب اذا حبسوك هذولا منعوا انك تسد الثانيين انت اللي ملتزم معهم، ما هذا مظبوط نفس ولا لا؟ التعليق، هذا نفس التعليق اللي الآن سئلت فيه، يعني بقول لك أنا عملت تسويات مع مجموعة. يا سيدي هذا 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 بجرنا للحكي هذا. هسه انت مثلا هذا بجرنا على انه الحبس هو العائق الاساسي لسداد الديون. والربع سداد القانوني، الربع القانوني هو الأساس فيه. لا، الاكبر اكبر اكبر عائق اللي هو الحبس. انت بس تكون في تاجر مثلا عليه ل 10 تجار ولا ل 6 تجار، ست مثلا خلينا نقول 6 تجار 4 تجار قسطوا عليها هالمبالغ اللي عليهم مثلا لمده 5 سنوات، اجوا تجار اثنين تعنتوا وقالوا لا بدنا نحبسك. طب ما انت قطعت نصيبه انه يشد الاربع تجار هذولاك وشردت اولاده وتخليت بيته بدون والي. طبعا هون كمان بنوه لحمايه الاسره. وين حمايه الاسره؟ حمايه الاسره بتحس صاحب الاسره ولي الأسرة أو خلينا نقول ولي أمر الأسرة إنه يكون على رأس بيته نعم نعم في بالنسبة للتربية من والصرف معاهدات حقوق الإنسان الموقعة أن من حقوق الإنسان الزوجة ما إنه يكون فوق رأس بيته بالنسبة نعم لصرف المعيشة لهم، تربيتهم مسموح لي يا الصالحة، زهير أولع سيجارة؟ والله بدي أولع سيجارة، بس في إخوان منبهين علي ما أولع. تربيتهم الصالحة، متابعة دراستهم، متابعة أمورهم، انت شفتني عرفت يا زهير اني بدي اولع سيجاره. اكمل ابو اخوي ابو الرائد. متابعة دراستهم، متابعة أمورهم المالية، شو لازمهم طب انت هيك حرمت، شردت أسرة هيك. انت خلي يعني بلا مؤاخذة يعني هون دور حماية الأسرة. هسه تيجي اي زوجي تروح على حماية الأسرة تقول لزوجي والله، او تروح على قاضي المحكمة الشرعية تقول زوجي ما بصرف على العيلة بحبسه، وهذا حق. والابن القاصر كمان، والابن القاصر يروح على المحكمة ويقول ابوي ما بصرف علي بحبسه، وهذا حق، وهذا نعم حق. طبعا احنا بننوه هون ك ك ك كحبس على القضايا المالية لا نخص القضايا اللي هي الشرعية، لأن القضايا الشرعية هذا حق ممتاز، وهذا أصلا لا يعني من لا، العيب إنه انت الواحد ما نوهت، انت يصرف، نوهت في نقطة يا اخويا ابو الرائد. من العيب إنه ما يصرف على عيلته الواحد، لا من العيب حتى نوهت اجتماعيا ما يصرف عليه. نوهت لنقطة انه بمعاهدات حقوق الانسان اللي موقع عليها الاردن، من ضمنها الزوجة بتطالب انه زوجها ما ينحبس حتى لو كان محكوم مالي، يا سيدي والابن يا سيدي القاصر يا سيدي هذا بيقدر. الحكي من حقوق هذا الحكي من حقوق الأسرة نعم ومن حماية لكن الأسرة، لكن إن الزوج يكون مسؤول عن أسرته. كيف أنت بتبعد لكن ليش عشان ليش قضايا ليش مالية؟ ليش ليش ما بياخذوا بهذا الحديث في وزاراتنا ما وفي هاي قضائنا؟ ما بقول لك وين أنا، وين حماية الأسرة، أبو وين أحمد المحاكم بارك. الشرعية، القانون الشرعي وينه عن حبس المدين؟ وين القانون الشرعي عن حبس المدين عن دين تقاعد؟ نرجع للامور التجاريه، احنا بدناش نركز على حمايه الاسره، نرجع للامور التجاريه. والله دقيقة بالله يا أخوي أبو الرائد، يعني في أخوي أبو أحمد بركات بيقول دكتور الربع القانوني، لا تنسى إنه في فايدة، الفايدة إحنا هلا المشكلة كمان الفايدة اللي بتتراكم على المبلغ، إنه الربع القانوني عرفت؟ يا سيدي بقى من الربع القانوني لل10,000 دينار مع الفائدة، بس يكون المبلغ صار 15 بده يصير الربع نعم، القانوني، ما هو الربع هذا القانوني عائق، بده يصير 40% مش ربع ما قانوني. هذه هذا من الحكي معروف العوائق، ما هذه من العوائق اللي بتوقف. يا سيدي يا يعني سيدي، أنا خلينا نحكي احنا على اساس المبلغ، على اساس المبلغ ربع القانوني. انت بس تكون في تاجر عليه 200,000 دينار، الربع القانوني تبعهم 50,000 دينار، هو لو معه 50,000 دينار ما تعثر، نعم. لو معه 50,000 دينار طيب أعطيك أصلا ما مثل، تعثر، أعطيك مثل على لا نفسي، تعثر، يعني اسمع شغلة مش منطقية. ما أبو أي شغلة؟ الرائد، أبو الرائد أعطيك مثل على نفسي، يعني كثير ناس من الناس بيسألوني حتى اللي حوالي وقرايبي. يس
يعني تفضل. أنا بعام 2015، نهاية نعم 2015، نعم في قضية انحكم علي 60,000 دينار، طبعا فيها نعم مبلغهم حقهم يعني ما فيها شيء. نعم فروحت أنا شوف جمعت هالمصاري اللي معي والشيكات اللي معي وهالمبالغ اللي معي، رحت دفعت لهم إياهن. نعم بنهاية ببداية 2016 نزل علي حكم لقضية ثانية، ما قدرت أعمل شيء، شغلي صار يتردى، صرت أرجع لورا. ليش؟ لأني جمعت حالي ورحت سديت هذيك القضية كاملة. لو يا كان في دكتور، يا دكتور اللي معه ربع قانوني لمبالغ 200,000 دينار بيقدر يفتح فيه تجارة نعم نعم وسد ال 200,000 دينار خلال سنة. بس احنا نقول احنا ما بدنا نرجع لاسباب التعثر. اسباب التعثر اللي هي ايواء الاخوان السوريين والعراقيين بلدنا الاردن صارت طبعا، واحنا يعني بلا مؤاخذة يعني واحنا كمان اهل لهالحكي، بس لكن صارت كمان يعني مأوى لكل إخواننا العرب اللي نعم عندهم مشاكل. اخوي يعني زهير المحيسن بحكي انه كل اللي بنتحدث فيه موجود في قانون التنفيذ ولكن غير مطبق. نعم اخوي زهير، ما احنا يعني بجوز حتى من اساسيات قضيتنا اللي مش راضيه تنحل منها، انه لو يطبق القانون بروح القانون، يعني لو القضاة تطبق روح القانون احنا ما في قضيه اصلا، منتهي. يا سيد يا دكتور، خليني أكمل بس هل كمل أكمل النقطة مشان ما كمل أنساهم، وخليني أكمل. تفضل. هسا نيجي نرجع للربع القانوني. الربع القانوني حكينا اللي معه الربع القانوني ما بتأثر، نعم ما بتأثر بالمرة. اللي معه الربع القانوني ما بتأثر. الربع القانوني هو الحجر العثرة، هو حجر العثرة أمام سداد الدين. ليش؟ نعم لأنه بيقدر الواحد مثلا عليه مثلا قضية ب10، قضية ب20,000، قضية ب15,000، يلتزم لها مثلا ب200، هذا ب300، هذا ب150. أنا بحكي عن التجار، نعم وقيسه أنت على الديون الصغيرة، بيقدر يلتزم لهذا ولهذا ولهذا، لكن لا يملك الربع القانوني. طبعا هون بدنا نيجي للمدين، للدائن. ممكن يقول والله بكره هذا الزلمة إذا لغيت الربع القانوني، بكره هذا الزلمة بيقول لي أنا بقدر على 10 دنانير أو 20 دينار مثلا، على 10,000 غير منطق 20 دينار لا، كل شهر مثلا. ما حكينا يكون من يا خلال سيدي خليني المحاكم اكمل، معلش إثبات خليني اكمل، دخل، معلش. إثبات بيقدر الدخل. الدائن، له حق بالقانون، يعملوا له حق بالقانون بتتبع المدين شغل المدين، صدقت. نعم بتتبع شغل المدين واثبات انه المدين بيقدر يدفع اكثر من القسط اللي هو عارضه. صدقت. وكمان اذا كمان اقر له المحكمه، قاضي التنفيذ اقر بالقسط، يحق للدائن بعد سنه انه يتبع مثلا، بعد سنة مثلا أخذ كل شهر 50 50، أول سنة، مساء الخير أخوي يونس، هلا. بعد سنة يتبع أمور المدين. إذا المدين تطور شغله كمان يرفع القسط. يعني المدين مسخر إله يكون، بس مش يحبسه، نعم مش يحبسه. المدين يكون ملك إله، ملك إله، بس مش يحبسه، يشغله، يعني يخليه يشتغل، مش يشغله عنده، لا يخليه يشتغل. هلا اخوي ابو طارق، حبيت برضو والله تكون كمان معي على البث ابو طارق في كمان وتشاركنا احنا نقطة بعد البث. إذنك يا دكتور، في تفضل كمان تفضل نقطة تفضل. أنا بدي أسألك وأسأل الموجودين عندك على البث، وأسأل وزير العدل، وأسأل هالقانونيين، وأسأل تفضل. هالناس، هالمجتمع، هل إنه بتعتقدوا اللي معه قيمة مديونيته بيقبل على حاله الحبس يوم؟ أكيد لا. وانت بتعرف المدينين، كل المدينين، انا اجزم انه كل المدينين اللي بالمملكه من شاكلتك وشاكل يعني كلهم شراك زي ما بنحكي، ولا كلهم تكون يعني ولا تكون اولاد ناس واولاد عالم، وكلهم مسخمين ومحترمين، ولا لهم على السجون، ولا لهم على 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 على, على النظارات، ولا لهم على المخافر. نعم بقبل على حاله ينحبس يوم واحد مقابل مديونيته هو بملكها؟ لا طبعا، ولو لا. بملك ربح والله ما بده تمام، يلحق. هسه انت بس تلجأ للحبس يا قانون التنفيذ. يعني انا بقترح انه عند اللجوء